لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه فقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فرفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. فقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. في قول الله عز وجل قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، هذه الآية دليل على مشروعية طلب الدعاء من أهل الفضل والدين، حيث طلب أبناء يعقوب عليه السلام من أبيهم أن يستغفر لهم، وهذا توسل مشروع بدعاء المسلم الصالح الحي. نقصد أنه دعا وهو حي، حتى ولو لم يكن حاضرا أو حيا في وقت التوسل، لكن أن يكون دعا وهو حي لهذا الشخص، أو دعا وهو حاضر وعلم الشخص أنه قد دعا له، أو أخبره أنه دعا له، أو أخبره أنه يدعو له. أخذنا هذا من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأعمى أن يأتي الميضاء ويتوضأ ويصلي ركعتين ثم يقول اللهم إني أتوجه إليك بنبيك يا محمد يا نبي الرحمة، إني أتوجه بك إلى ربي في قضاء حاجتي. فهذا لم يكن حاضرا فيما يظهر حين فعل ذلك، ويحتمل أن يكون حاضرا، لكن عموما التوسل بالدعاء أن يقول يا رب قد دعا لي فلان فشفعه في هذا، طالما أنه دعا وهو أثناء حياته فهذا لا يمنع من أن يدعو بهذا الدعاء. وقد خصه بعضهم بالأنبياء، أن دعاء يطلب من الأنبياء فقط. كان بعض السلف إذا طلب منه أن يدعو له فقال يقول أأنبياء نحن. من هنا خصه بعضهم بعض المتأخرين بأن هذا، أو احتجاجا بهذا القول من قول السلف، بأن هذا إنما يشرع في الدعاء، وهذا ليس بصحيح. في ذلك نظر، ففي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال لأصحابه عن أويس بن عامر القرني أفضل التابعين، قال فإن استطعتم أن يستغفر لكم فمروه فليستغفر لكم، مع أن بعض الصحابة الحاضرين أفضل من أويس، فعمر بلا شك أفضل من أويس، لكن لا مانع أن يطلب المفضول، أن يطلب الفاضل من المفضول أن يدعو له. والرسول صلى الله عليه وسلم قد طلب من أمته
أن يسألوا له الوسيلة، وقال إني أرجو أن أكون أنا صاحبها، يقول إنها لا تنبغي إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هو. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن دعاء أمته له من أسباب تحصيل الوسيلة، وهم بلا شك دونه في الفضل عليه الصلاة والسلام. فلذلك يجوز أن يطلب المفضول، أن يطلب الفاضل من المفضول أن يدعو له، وبالأولى المفضول يطلب من الفاضل. وقال عمر في الاستسقاء: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا. الحديث رواه البخاري، وهو دليل على التوسل بدعاء قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته. فالتوسل بالصالحين من أهل بيته عليه الصلاة والسلام آكد من التوسل بغيرهم. ولا شك ولا نزاع ولا خلاف أن عمر أفضل من العباس، ومع ذلك طلب منه أن يدعو، وذلك لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم. أمر العباس أن يدعو، وذا معنى نتوسل إليك بعم نبيك، يعني بدعائه. أمر العباس أن يدعو، وهذا توسل بدعاء الصالح الحي، وقد وقع بمحضر من الصحابة، وهذا يدل على عدم تخصيص التوسل بالدعاء بالأنبياء، لأن عمر قال: كنا نتوسل إليك بنبيك، وإنا نتوسل إليك بعم نبيك. فهذا واضح جدا، دليل ظاهر جدا في مشروعية التوسل بدعاء الصالحين، لأن يطلب منهم الدعاء كما وقع من عمر رضي الله عنه. لذلك نقول هذا وقع بمحضر من الصحابة ولم ينكر، فكان إجماعا أو كالإجماع، يسموه الإجماع السكوتي. فلا حجة في من كره طلب الدعاء من الصالحين أو جعله خلاف الأولى، إلا أن يقصد به نفع الداعي، كما هو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول: أصل السؤال ممنوع، ويجعله مكروها أو خلاف الأولى أن يسأل الشخص صالحا أن يدعو له، ويقول: إلا بشرط واحد، الذي هو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم مع الأمة، وهو أن الرسول أمرهم أن يدعوا له لنفعهم. فيقول: قد قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من سأل لي الوسيلة قد حل حقت له، أو حلت له إيه؟ شفاعتي. فكأنه يرشدهم إلى شيء لنفعهم. فابن تيمية بيخصصه، بيقول لازم يكون نيته، عشان أقول له واحد دعيني لازم أكون نيتي إن أنا بنفعه، هو بأمره بمعروف. الحقيقة أن هذا بلا شك تكلف، وأن الداعي في المقام، الطالب للدعاء في المقام الأول يريد مصلحة نفسه، وإن كان من اتسع علمه واتسع صدره نوى نفع أخيه المسلم أيضا، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد علل طلب الشفاعة، طلب الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام عقب الأذان من أمته: ثم سألوا لي الوسيلة، صلوا علي ثم سألوا لي الوسيلة، قال: فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، وإني أرجو أن أكون أنا هو. إذن رسولا بيدور هنا عليه، على ما مصلحته هو عليه الصلاة والسلام، وبيعلل بيقول: فإنها منزلة لا تنبغي إلا لعبد، وإني أرجو أن أكون أنا هو. ثم نوى مصلحتهم أيضا، فقال: وفمن حل، فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي، أو حقت له شفاعتي. فإحنا بنقول إن هذا الأمر ليس اشتراطا، إنه لا بد إن يكون ناوي نفع الآخر. بل الرسول صلى الله عليه وسلم لما بين
للصحابة طلب الاستغفار من أويس لم يقل لهم إيه؟ لتنفعوا أويسا. يعني هذا القيد الذي اشترطه شيخ الإسلام، إن أنا ما ينفعش أقول لواحد ادعيلي إلا لو أنا ناوي إن أنا أنفعه. الرسول ما بينوش للصحابة لما قال لهم فإن استطعتم أن يستغفر لكم فمروه فليستغفر لكم. ده هذا واضح جدا أنه لأجل أنه إيه؟ أقرب أو قريب، لأنه قريب في إجابة الدعاء، وأنه أفضل التابعين ولصلاحه. وعمر رضي الله عنه طلب منه أن يستغفر له. فلذلك نقول أن هذا ليس خلاف الأولى. اللي ممكن نقيده زي ما قلنا إيه؟ نقيده في طلب دنيوي ولا طلب إيه؟ أخروي. فيبقى خلاف الأولى في طلب دنيوي، في دعاء لطلب دنيوي. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عمل كده مع الأعمى، وعمل كده مع المرأة التي كانت إيه؟ تصرع، المرأة السوداء. قال لها إن شئتي صبرتي ولك الجنة، وإن شئتي دعوت الله لك. فقالت أصبر. لما قالت له إني أتكشف عشان أمر ديني، فإيه؟ دعا لها على طول، ما قال لهاش اصبري على التكشف. وكذلك لما سأله الأعمى أن يدعو له برد بصره، قال له إن شئت صبرت وإن شئت دعوت الله لك. فرغبوا الأول في الإيه؟ في الصبر. بس الصبر إيه؟ أولى من أن تطلب الدعاء من غيرك على أمر دنيوي. أما الأمور الأخروية فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعكاشة بن محصن، ابن محصن، قال اللهم اجعله منهم، من 70,000، وهو قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، ولم يقل له الأولى أن لا تكون سائلا للدعاء. ولا نشك أن عكاشة إنما يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يكون منهم لمصلحة نفسه، وليس لأجل إيه؟ مصلحة الرسول صلى الله عليه وسلم في المقام الأول. ومن هنا نقول مذهب شيخ الإسلام في ذلك ليس بصحيح، أنه يجعل طلب الدعاء من الصالحين مكروها أو خلاف الأولى، أو يخرج صاحبه من 70,000، لأنه من جنس الاسترقاء، ويجعل الاسترقاء المنهي عنه نهي تنزيه، أو الممدوح، بلاش نقول نهي عنه لأنه لم يثبت النهي، وإنما قال لا يسترقون، الممدوح من تركه، إنما هو في أمر دنيوي. الاسترقاء ليس كطلب الدعاء في أمور أخروية. الاسترقاء خلاف الأولى لأنه طلب دعاء في أمر دنيوي، وليس كل دعاء يطلب من الصالحين يكون من هذا الباب، لأن واحدا من 70,000 سأل الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أنه لم يخرج من 70,000 بطلب دعاء لأمر أخروي. فأما إن كان في أمر دنيوي فهو يشبه الاسترقاء. ها؟ لا، ده الأول عمر في النص الحديث، أن عمر قال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك. هذا الاستسقاء أمر دنيوي صحيح، ولكنه في عموم الأمة. فعمر رضي الله عنه لا يبحث عن مصلحة نفسه، والشفقة على المسلمين وبحث مصلحتهم أمر ديني. وهذا الذي يبين لنا لماذا طلب عمر الدعاء لمصلحة عموم الأمة. فلما نقول لواحد ادعي للمسلمين ربنا يفرج كربتهم ويفك أسر المأسورين، ده احنا كده ما خرجناش من الايه؟ من 70,000، ولا سألنا خلاف الأولى، بل تذكير بمصلحة عامة، فهي ملحقة بالأمور الدينية، ملحقة بالأمور الدينية. نقول شيخ الإسلام يجعل طلب الدعاء من باب سؤال المخلوقين
ولا شك أن أبناء يعقوب عليه السلام لم يكن مقصودهم الأول نفع يعقوب، يعني يقولوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين، عايزين ننفعوا يعقوب، هذا بعيد جدا. ولا أن مقصود الصحابة الأول نفع العباس رضي الله عنه، فهذا تكلف ظاهر. لكن الصحيح أن يقيد هذا السؤال بأمر الآخرة، فخلاف الأولى هو ما إذا كان طلب الدعاء بأمر دنيوي، إذ هو خلاف الأولى في دعاء المرء لنفسه. يعني السيدة أم حبيبة لما دعت لنفسها بالأمور الدنيوية قالت اللهم متعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت الله لآجال مضروبة وأرزاق مقسومة لن يعجل منها شيء قبل حله، ولو سألت الله أن يعيذك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر لكان خيرا لك. فهنقول برضو طلب الأمور الدنيوية التفصيلية خلاف الأولى في الدعاء. طب ما الإيه ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى تشسع عليه إذا انقطع، تسأله ضمن الأدعية الإجمالية الجامعة لأنواع الخيرات، مثل اللهم إني أسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه ما لم أعلم، مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، مثل اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. الدنيا على بعضها، مش لازم أو مش مستحب إن أنا أقول يا رب يسر لي النجاح في هذا المشروع، أو يسر لي الزواج من فلانة، أو يسر لي أمرا بعينه هذه الصفقة تتم على خير. فهذا الأمر هو الذي خلاف الأولى. لكن لما يقول اللهم إني أسألك أن تصلح لي دنياي التي فيها معاشي مشروع. طب الاستخارة، بيقول الاستخارة أصلا مفهوم ده هو ده كمال التفويض، لأنه ما قالش يا رب اجعل لي نصيبا في هذا، بيقول اللهم إن كان هذا الأمر خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدر ذلك لي ويسره لي، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني وعاشي وعاقبة أمري فاصرف ذلك عني واصرفه عني. يبقى ما طلبش تفصيلا فعلا الأمر إنه ما يطلبش التفصيل، وإنما ينوي بقلبه، وهو بيقول اللهم أصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت شسعا عليه المنقطع، إصلاح الدابة، إصلاح السيارة اللي اتعطلت، أي حاجة بقى من الحاجات دي، يقول إيه؟ يقول أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فبالأولى بقى لو كان هو هيطلبه من الآخرين، إذا كان هو هيطلب من الآخرين شيء دنيوي، ادعي لي الله يكرمك أنجح في الامتحان، ادعي لي أجيب تقدير، ادعي لي أعمل حاجة معينة أنجح فيها، ده بالأولى إن هو إيه؟ ليس مستحبا خلاف الأولى. أما طلب الاستغفار وكل أمر أخروي ديني يعين على مقصود العبد من تحقيق العبودية لله، لأن المقاصد العباد مختلفة، في مقصد عايز إيه، أنا عايز يبقى معايا فلوس، وعايز يبقى بيتي مستقر، وعايز أجيب شقة واسعة، وعايز عربية نظيفة، وعايز كذا وكذا وكذا، وعايز أخف من المرض. فهذا الأمر غير إن أنا عايز أحسن عبادة الله، عايز أصلي بخشوع، عايز أقرأ القرآن بتدبر، عايز أتعب أعمل حج وعمرة بإخلاص وحضور قلب، عايز أتصدق بمالي علشان ربنا يتقبل مني، أتمنى أن أكون وأرجو أن أكون مجاهدا في سبيل الله داعيا إلى الخير إماما للمتقين،
هذه مقاصد تانية ماشي كده. والواحد أحيانا بيكون قصده من الأمور الدنيوية الأمور الدنيوية، وأحيانا يكون قصده من الأمور الدنيوية إيه؟ الأمر الأخروي. يعني اللي بيقول يا رب يسر لي الزواج، الشاب اللي مش متجوز وعايز فلوس وعايز إيه شغل وعايز سكن علشان يتجوز عشان يغض بصره، علشان يعني لما يقول يا رب ارزقني، يا رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، عشان ايه؟ عشان يعبدوا ربنا وعشان نسله يبقى من بعده أمة مسلمة، علشان ايه؟ علشان ياخد هو ثواب تنشئتهم على الإسلام. اهو ده مقصد دنيوي لأمر ايه؟ اخروي. يا ربنا يرزق كل من يريد الزواج من الشباب المسلمين الزواج والعفاف، خصوصا الشباب. ها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. على فكرة الغنى ده مش الغنى بالفلوس، الغنى اللي سأله الرسول صلى الله عليه وسلم الغنى بالله، الغنى عن الناس، الغنى عن الدنيا، الاستغناء غنى القلب كما قال عليه الصلاة والسلام، ليس الغنى عن كثرة الأرض ولكن الغنى غنى النفس. اللي بيطلبها للدنيا مش ده المقصود الأسمى، ومش ده المطلوب، مع انه مباح انه يطلبه بس خلاف الأفضل. فمن فكل أمر أخروي ديني يعين على مقصود العبد من تحقيق العبودية وهو محبوب للرب سبحانه وتعالى فلا نقص في ذلك. أي نقص في هذا؟ وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي كانت تصرع بالصبر ولا يدعو لها لا إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله لك، فلا تصبر عن أنه هي تطلب الدعاء. يعني قال لها الأول إيه؟ لو أنا ما دعيت لكيش وصبرت هتكون لك الجنة، ولا عايزة أدعي. فبيخيط بيبين لها الرسول لما أنها طلبت الدعاء بس يقول لها أنت تلحقي تاخدي المنزلة الأعلى بأن أنت إيه ترجعي عن الطلب، ماشي كده. يعني الرسول قال لها تصبري وما دعيلكيش، فأرشدها إلى التي كان إلى أنه لا يدعو لها تصبر ولا يدعو لها حتى تكون لها الجنة، فاختارت الصبر. فقال صلى الله عليه وسلم إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. قالت أصبر. عشان كده ابن عباس رضي الله عنه بيقول أحد التابعين بيقول له ألا أريك امرأة من أهل الجنة هذه المرأة السوداء. يا سبحان الله، ماشي على وجه الأرض وهي إيه؟ من هي من أهل الجنة وسوداء ومريضة وبتسرع، لا حول ولا قوة إلا بالله، ومع ذلك هي من إيه؟ من أهل الجنة، ماشية كده في الحياة وهي من أهل الجنة. وقص ابن عباس قصة هذه المرأة مع النبي عليه الصلاة والسلام، والرسول وعدها قال لها وإن شئت صبرت ولك الجنة، فقالت أصبر. فلما قالت له فإني أتكشف، هي مشيت ورجعت له تاني صلى الله عليه وسلم، فقالت إني أتكشف فادعو الله أن لا أتكشف. فدعا لها ساعة ما بتقع وتسرع رجالها السرعة هدومها بتتكشف. ولم يقل لها اصبري صلى الله عليه وسلم ولا أدعو لك، أو ترك طلب الدعاء أولى، لأن التكشف وهتك حرمة العورة لا يحبه الله، حتى ولو بدون تكليف، حتى لو بدون قصد، حتى على سبيل المرض الأحب إلى الله ستر العورة، والأحب إلى الإنسان ذو الفطرة السوية ستر العورة حتى ولو غصب عنه. فاللهم استر عورتنا يا رب. فليس بمقصود شرعي أن تترك تتعرى أو تتكشف. فكان الدعاء به الدعاء بألا تتكشف أمرا دينيا أخرويا، فلا ينبغي النصح بترك طلبه
لا ينبغي النصح بترك طلبه من الغير، زي ما نصح بأن تترك طلب الدعاء في الأمر الإيه؟ الدنيوي المحض اللي هو المرض. والله أعلم. وفي أثر ابن مسعود رضي الله عنه اللي هو إيه، إن عمر سمع اللي بيقول اللهم دعوتني فأجبت وأمرتني فأطعت وهذا سحر فاغفر لي، فوجد إن هذا الصوت خارج من مين؟ من بيت عبد الله بن مسعود. فسأل عبد الله عمر، سأل عبد الله عن ذلك فقال إن يعقوب أخر بنيه إلى السحر. فيه فضل الاستغفار بالسحر، وعليه يدل قول الله تعالى وبالأسحار هم يستغفرون، فهو وقت غنيمة أهل الإيمان والحب الصادق الذين يحبون الله فيختارون هذا الوقت، لأنه وقت غفلة الناس وسكون الليل، فالدعاء فيه أسمع. ولذا سمع عمر هذا الصوت إن صح الحديث. طب وينفع الواحد يقول يا رب دعوتني فأجبت وأمرتني فأطعت؟ نعم، هذا توسل بالعمل الصالح، هذا توسل بما فعله الإنسان من أعمال صالحة يرجوها عند الله، كما قال الثلاثة الذين أغلق عليهم الغار اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، والثاني قال اللهم إنه كانت لي ابنة عم، واحد توسل إلى الله ببر والديه، واحد توسل إلى الله بإيه؟ بالتعفف عن الزنا، واحد توسل إلى الله بأداء الحق إلى الأجير وتثميره، والثلاثة توسلوا بذلك مع التوسل بالإخلاص، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك. فينبغي على الذي يقول اللهم دعوتني فأجبت وأمرتني فأطعت، يعني بذلك اللهم إن كنت فعلت ذلك خالصا فاغفر. نعوذ بالله. فالسحر وقت غنيمة أهل الإيمان والحب الصادق، نعوذ بالله من القسوة والغفلة. وتجد في هذه الآيات الكريمة ماذا تعلق قلب يعقوب عليه السلام بأسماء الله وصفاته في كل الأمور. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. لما من أول سيدنا يعقوب تقريبا ما فيش كلمة بيقولها إلا ويذكر إيه؟ أسماء الله وصفاته. في أول حاجة قال وكذلك يجتبيك ربك. خذوا بالكم الأفعال هي من ضمن الصفات، صفات الفعلية. يجتبيك ربك ويعلمك، ما قالوش أنت هتبقى ذو شأن، ما قالوش أنت هتبقى فوق إخواتك، ما قالوش سبحان الله، وما قالوش أنت هيبقى عندك علم تأويل الأحاديث، كلها نسبها إيه؟ إلى الله. وللعلم سيدنا يعقوب برضو التربية العظيمة جدا. احنا قلنا رؤية يوسف عليه السلام بتدل على انه هيبقى فوق اخواته، مش كده؟ ما جابلوش سيرة العلو الدنيوي، بل جابلو الامر الايه؟ الاخروي. يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الاحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب، نعمة النبوة، كما اتمها على ابويك من قبل ابراهيم واسحاق، وختمها بإن ربك عليم حكيم. كلها أسماء وصفات وأفعال. سيدنا يعقوب قال لما قولوا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قال هنا قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله، من أسمائه وصفاته، من علمه، من حكمته، من رحمته، من لطفه ما لا تعلمون. قال هنا ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم.
سيدنا يوسف متعلم الكلام ده تمام، كل حاجة نسبها إلى الله أيضا، اللي هي الآيات اللي جاية بعد كده اللي هي وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان وبين ربي وبين أخواتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ربي قد آتيتني من الملك، شوف فرعون بيقول إيه، أليس لي ملك مصر؟ والعياذ بالله. وسيدنا يوسف بيقول إيه، ربي قد آتيتني من الملك. قارون بيقول إيه، إنما أوتيته على علم عندي. سيدنا يوسف بيقول إيه، وعلمتني من تأويل الأحاديث. ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، ربي زيدني علما. اوعى تغتر بعلمك، اوعى تغتر بعملك بملكك، دايما انظر الى ان الله فعل بك الخير. بل لو تأملت كلامه من اول السورة الى اخرها لوجدته في معظم كلامه او كله لابد ان يذكر اسماء الله وصفاته وافعاله ما يناسب المقام. فهذه حقيقة الإيمان، وهي سعادة الدنيا والآخرة. الأذكار الموظفة كلها كده، أذكار الصباح والمساء والنوم والاستيقاظ ومن تعرى من الليل. انت بتقول ايه في النوم؟ بسم الله وضعت جنبي، اللهم اغفر لي ذنبي. انت بتدعي بربنا بالمغفرة، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكل، اللهم أسلمت نفسي إليك، وجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك. كل ده توحيد، لجوء إلى الله، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، الكتاب، وبنبيك الذي أرسلت. يصحى منه يقول إيه، الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. يبص في السماء يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات أولي الألباب، 10 آيات من سورة آل عمران. إذا تعرى من الليل يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإنه إن دعا استجيب له، وإن استغفر غفر له، وإن صلى قبل منه. اللي يستيقظ من الليل، من يتعرى من الليل، أذكار الصباح والمساء شوفها كلها، كلها أسماء وصفات. هذه حقيقة الإيمان، وهي سعادة الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. يا رب ألحقنا بالصالحين يا رب. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.